التحويل من 10. طبعا بذكر أي قوس بدون رقم يعتبر 10. تحويل من 10 إلى نأخذ 8. Good 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 good. إيش جديد؟ يلا إيش جديد؟ طب إيش رمحي هذا؟ أنت ما سولفتنا عنه. هات لك مثال. تعال خذ مثال خذ مثال خذ مثال. أوجد المكافئ 1 1 0 10 بالنظام الثماني. ايه رمحي انت ما حكيت لنا كيف نحول من 10 الى 8. انت اعطيتنا من 10 الى 8 جدول التحقق نفسه او اقل منه، بس ما اعطيتنا من 10 الى 8 يا رمحي. طيب بس انا اعطيتك قاعدة وسجلها دائما، انه اي تحويل انا ما اعطيتك اياه بلاش يا اخي. اجاك تحويل الرمحي ما اعطاك اياه، مش حكينا بتحول الى ثنائي؟ طيب رمحي كيف بدي احول لثنائي؟ من 10 لثنائي ومن ثنائي لعشري مين اللي بيحبوا بعض؟ جدول التحقق. جدول التحقق فقط من ثنائي لعشري ومن 10 لثنائي. طيب رمحي ايش بدك؟ بدي احول العشري الى ثنائي نفسه او اقل منه، مش هاي قاعدة العشر الى ثنائي؟ اذا يلا نحول العشري الى ثنائي. اذا 110 عشري. ليش احنا نعمل هيك؟ خلص على نفسها. مية وعشرة نحولها الى ثنائي. بجهز جدول التحقق. جهزنا جدول التحقق. 1 2 4 8 16 32 64. 128 مش راح تلزمني لانها اكبر، انا بدي نفسه او اقل منه. ببلش اقارن، هل ال 64 نفس العشرة؟ لا. هل ال 64 أقل من ال 110؟ نعم نعم، يعني واحد. صار عندي 110 راح منها 64. صفر من 4 بزبطش، بس تلف الواحد بتصير صفر والصفر بتصير 10. 10 ناقص 4 6. 10 ناقص 6 4. وين صارت المقارنة؟ هون. بسأل من 10 لثنائي دائما بسأل نفسه أو أقل منه. هل 2 و3 بروح الطالب بتيس وبقارن معها؟ هاي خلصناها، صارت هون المقارنة مع 46. هل 32 نفس 46؟ لا. هل 32 أقل من 46؟ نعم، بحط واحد. 46 راح منها 32. 4 4 ناقص 3 1 14. وين صارت المقارنة؟ هون. جود. هل 16 نفس 14؟ لا. هل 16 أقل من 14؟ لا لا، يعني صفر. هل 8 نفس 14؟ لا. هل 8 أقل من 14؟ نعم. 14 راح منها 8. قديش ضايل؟ 8 9 10 11 12 13 14 6. استخدموا أصابعكم يا جماعة مقابل أنه أنت تجيب العلامة. دائرة هاي بأربع علامات فيهاش مزح. هل الأربعة نفس الستة؟ لا. هل الأربعة أقل من ستة؟ لأنه المقارنة صارت هون، مش تنسى. هل الأربعة أقل من ستة؟ نعم. ناقص أربعة قديش لسه بدي؟ 2. هل 2 نفس 2؟ صارت المقارنة هون. هل 2 نفس 2؟ نعم. ناقص 2 0. هاي ناقص 2، ها لنوضحها مشان تقولي مش ناقص 4. هاي ناقص 2 0. اذا هاي شو بنحط لها؟ صفر، لانه بطل لها وجود.
اذا احنا شو عملنا؟ حولنا من 110 الى ثنائي على قاعدة نفسه او اقل منه. هلا بنكتب القاعدة الاساسية. طيب رمحي شو عملت انت؟ حولنا الى ثنائي. طيب ماشي، بعد ما حولت لثنائي خلص فرطت من ثنائي الى ثماني، ناخذ كل ثلاث من جهة اليمين، ناخذ كل ثلاث من جهة اليمين والعودة الى الجدول الهرمي. 110 6 وال101 5 وال11 صارت معي بالنظام الثماني 1 5 6 8. يا سلام ما اسهلها، بس بدها شغل طبعا. بدها ايش؟ بدها شغل. كمان مثال، كمان مثال. اوجد المكافئ مثلا 222 عشري بالنظام الثماني، بالنظام الثماني عادي ولا في مشكلة. بنحول العشري الى ثنائي، تنساش انه اي تحويل ما بتقدر عليه حوله لثنائي. بدنا ناخذ نفسه او اقل منه، ناخذ نفسه او اقل منه. 1 2 4 8 16 32 64 128 256. 256 ما بتلزمنا لانها اكبر من 222، احنا بدنا نفسه او اقل منه. نسأل هل ال 128 نفس ال 222؟ لا. هل ال 128 اقل من ال 222؟ نعم نعم، بحط واحد. ال 222 راح منها ال 128. 2 من 8 بزبطش، بستلف ال 2 1 وال 2 12. 8 من 12 8، 9 10 11 12 اللي هم 4. 1 ناقص 2 بزبطش، 2 بتصير 1 وال 1 بتصير 11. 11 هاي 2، 128 11 ناقص 2 9، 1 ناقص 1 0. وين بتصير المقارنة؟ بتصير المقارنة هون. هل ال 64 نفس ال 94؟ لا. هل ال 64 أقل من ال 94؟ نعم. ال 94 راح منها 64 بضل 30. بضل قديش؟ بضل 30. وين بتصير المقارنة؟ هون. هل 32 نفس ال 30؟ لا. هل 32 أقل من 30؟ لا. باجي هون. هل 16 نفس ال 30؟ لا. هل 16 أقل من 32؟ نعم. 30 راح منها 16 بضل 14. تمام تمام. هل الثمانية نفس الأربعتاش؟ لا. هل الثمانية أقل من 14؟ نعم. ناقص 8 6. 8 للأربعتاش 8، 9 10 11 12 13 14 6. صارت المقارنة هون، كانت المقارنة هون. هل الأربعة نفس الستة؟ لا. هل الأربعة أقل من ستة؟ نعم. ناقص أربعة بضل اثنين، بتصير المقارنة هون. هل الاثنين نفس الاثنين؟ نعم نعم، بحط واحد. ناقص اثنين، انتهت المعادلة. إذا هون شو بحط؟ صفر. طيب رمح شو عملت انت؟ حولت إلى ثنائي. هيا انت حولت إلى ثنائي، صفر واحد 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 واحد، صفر واحد واحد ثنائي. خلاص ما احنا بدنا نحولها لثماني. من ثنائي الى ثماني كم خانه من اليمين؟ ثلاث ثلاث، وهذول ثنتين لحد. وبرجع الجدول 110 مش ثلاث خانات من اليمين، 110 110 اللي هي كم؟ 6.
الصفر على اليسار ما له وجود. 11 انا هاي حافظها ثلاثه من نظام الثنائي، هاي 11 ثنائي اللي هي ثلاث و11 ثلاث، اذا طلعت من نظام الثماني 336. 100 100 100 100 ولا افراخ الجمعيه. كمان مثال حاضر، ابشر ابشروا ابشر ابشر. كمان مثال ناخذ من 10 الى 8 اوجد المكافئ. مثلا نحكي 130 10 بالنظام الثماني. يلا ما بعرف، حول العشري الى ثنائي واثنين بعشق جدول التحقق، باخذ نفسه او اقل منه. 1 2 4 8 16 32 64 128. هاي 64 هاي 64. 256 تلزمنيش لأنه أكبر، أنا بدي من 130 نفسها وأقل. هل ال 128 نفس ال 130؟ لا. هل ال 128 أقل من ال 130؟ نعم، بحط واحد. 130 راح منها، 130 راح منها، 128 قديش ضايل بدي؟ بدي اثنين. بتصير المقارنة هون، هل الاربعة وستين نفس الاثنين؟ لا. هل الاربعة وستين اقل من اثنين؟ لا. هل الاثنين وثلاثين نفس الاثنين؟ لا. هل الاثنين وثلاثين اقل من اثنين وثلاثين؟ لا. هلا في طالب بيقول رمحي طب هاي اثنين حط واحد. لا، بضلنا اعيد عشان تفهم. هل الستاش نفس الاثنين؟ لا. هل الستاش اقل من اثنين؟ لا. هل الثمانية نفس الاثنين؟ لا. هل الثمانية أقل من اثنين؟ لا. هل الأربعة نفس الاثنين؟ لا. هل الأربعة أقل من اثنين؟ لا. هل الاثنين نفس الاثنين؟ نعم. ناقص اثنين صفرت، إذا هون بحط صفر. طيب رمح أنت شو عملت؟ جهزت الثنائي، هاي جهزت لك الثنائي، صفر واحد صفر 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 واحد ثنائي، بدي أحوله لمين؟ لثماني. باخذ كل كم خاني من اليمين؟ ذكروني بالله ذكروني. صح، ثلاث ثلاث اثنين. الصفر على اليسار ما له وجود، العشرة اللي هي اثنين هيها، هاي حافظها انا، هي وال11 ثلاث، هيها العشرة اثنين موجود قدامكم انتم كاتبينه على الورق. العشرة اللي هو اثنين لأنه الصفر على اليسار ما الوجود. ثلاث أصفار صفر والعشرة له اثنين، إذا قديش طلعت بالنظام الثماني؟ طلعت يا سيد العزيز بالنظام الثماني اللي هو 202 202. تمام. إذا شو قاعدة التحويل من عشري إلى ثماني؟ قاعدة التحويل من عشري إلى ثماني، واحد نحول العشري إلى ثنائي نفسه أو أقل منه على جدول التحقق. اثنين، بعد التحويل إلى، طبعا هون نفسه أو أقل منه على نعم، بعد التحويل إلى ثنائي نقوم بأخذ كل ثلاث خانات من اليمين والعودة إلى الجدول الهرمي لتحويله إلى
ثماني. إذن قاعدة التحويل من عشري إلى ثماني، أول إشي بنحول العشري إلى ثنائي. ليش؟ لأنه إحنا ما بنعرف، وإحنا قلنا لما بنعجز عن أي تحويل حول إلى ثنائي. من عشري إلى ثنائي اثنين بحبوا جدول التحقق، بأخذ نفسه أو أقل منه. طيب بعد ما حولنا لثنائي شو بعمل؟ بحول لثماني، بأخذ كل كم خانة من اليمين؟ كل ثلاث خانات من اليمين، وبرجع الجدول الحقيقي.